أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا هشام مهنا أن المعرض الأول بمعارض أهل رمضان يتم افتتاحه بمدينة المنيا متوقعا إقبالا شديدا من المواطنين، وأضاف أنه يشارك للمرة الثالثة في مثل هذا المعرض. انت شايف معانا احنا لسه بنفتتح وانا شايف الحمد لله في اقبال كويس، والموقع بتاعه ان شاء الله يشغله، لان المكان ده احنا عملنا فيه مرتين قبل كده وشفنا الاقبال الشديد يعني، فان شاء الله متوقعين اقبال كبير يعني.